اوكي مجتمع لينكس العربي linuxac.org. انا راني احمد. هذا الدرس الاول راح نعلمكم كيف تبرمجوا بلغه البايثون على تليفونات الهاتف المحمول اللي فيها نظام تشغيل تبعها هو سيميان. بدنا نبلش بالاول انه نشرح الاسباب اللي انا استخدم فيها ويندوز. طبعا احنا تبع لينكس. سبب انه انا مضطر استخدم هذا البرنامج اللي هو حتى لو انه مغلق المصدر. هو بشرح لي شاشة الموبايل مثل ما شايفين عم تشحن هون التليفون. اوكي وبعدين فينا كمان نوصل المطارح الاخرى بالتليفون مثلا. اوكي فالفكره بما فيها انه انا بس عم حاول استخدم طريقه سهله تخلينا نباشر بالشغل. هلا طبعا البايثون هو مفتوح المصدر. كمان البروجكت اللي داعمينه شركه النوكيا لبرمج بالبايثون على السيمبيان اللي هي تليفونات معظم النوكيا بتمشي عليها. البايثون اوكي معينه على تليفوناتهم. اوكي وبالتالي نحن بهالطريقه رح نقدر نبرمج التليفونات السيمبيان. طبعا بدنا نشوف شو هي المراجع اللي رح نبلش فيها. بدنا نشوف امثله معينه عن سكريبت طريقه البرمجه. كيف بدنا ننزل السيستم. شو هن الملفات لازم ننزلها تبل الشغل. هلا اول شيء مراجع للقراءه. اول شيء نفتح الرابط هذا اللي هو عند ظاهر في الصفحه هون. اوكي الرابط الاول. بعدين هذا بيحكي عن البروجكت تبعهم المشروع تبع البايثون على التليفون وشو نازل شغلات وشو في شغلات وشو في برامج وشو انعمل وما انعمل. اوكي هلا تاني رابط بنعوزه اللي هو الامثله على سكريبتيات البايثون اللي هو بيحكي في صفحه خصوصي في اسفلها. بتحكي لك مثلا انزل في اخر الصفحه. اوكي مثلا كود اكزامبلز فور بايثون. في اكزامبلز في امثله في البايثون كيف برمج اي شيء في بطريقه البايثون. اوكي هلا مش راح اوجهكم. راح اوجهكم كيف تعمل هالو وورلد تبعك يعني اول كود بالبرنامج. طبعا بدي اعتبر انه انت بتعرف بايثون. احنا مش همنا تعرف ال نجي نعلمك البايثون لانه في كتير على اليوتيوب. في كورس بحاله على اليوتيوب محطوط. بعدين يعني درس بحاله كامل كله مادة بحالها. بعدين الرابط الثاني اوكي اللي راح تعوزه اللي هو مثلا رابط نوع التليفون تبعك لانه راح يأثر على شو نوع المشغل تبع البايثون. هلا بس نرجع شوية نحكي عن الموضوع هذا. فمثلا هذا تليفوني. اوكي فعلى اساسه مثلا لازم اعرف شو ديفلوبر بلاتفورم شو منصة التطوير نفسها. فهو انا بتقلي شو نوعها فعلى اساسها بنقيم البرامج اللي بنزل لابرمج على البايثون واشغل السكريبتس تبع البايثون على الموبايل. اوكي وبعدين هون عم نحكي ادوات البرمجة ففي هاي الروابط عندنا. اوكي هلا نحكي شو الفرق بين الفيرجنز لحظه شوي. وبعدين في عندنا الاكستنشنز اللي هن الموديولز الزياده اللي بتزيدهم لتوصل مثلا للفايبريشن لهزه التليفون مثلا. مثلا بدك تخلي برنامج يشتغل زي ما بقول بالانجليزي ان ذا باك جراوند بيشتغل بالخلفيه. اوكي بيشتغل بدون ما يخلي التليفون يعني البرنامج يوقف. اوكي اذا عملت له تخفيض تعمله مينيمايز يعني توطيه. اوكي او تخلي تشوف شاشه تاني البرنامج تاني يعني مهم ما يوقفش هو اذا مثلا رحت تحكي تليفون او شيء. وبعدين كمان عندنا الكتاب التالي هذا اهم شيء هو والمرجع
الدليل تبعه، اوكي، اللي بيجي مع يأتي مع اوكي مع ال مع الأدوات البرمجة. اوكي الكتاب بس هو مرجع بيقول لك شو مثلا هالدالة، هالفانكشن المعين، الميثود المعينة، كيف تكتبها، كيف بتعبيها. هلا مش كل الكتاب حتى انه واضح جدا، فمضطر ترجع للويكي تبع النوكيا، اوكي، والفورم والمنتدى تبع نوكيا، اوكي. في كتير امثلة، في ناس كتير شغالة واللي عاملين البروجكت كتير معتمدين على الفورم في الريسيرش وعمل المشروع. هلا بالنسبة للموضوع اللي نحكي فيه كمان، منين نجيب شو، ليش بدنا نجيبهم مثلا، انه ليش نجيب مثلا 1.9 وال 1.4.5، هذا بتعلق بالاكستنشنز هون، اوكي. راح نواجه كل المواقع هاي. هلا عندنا هون مثلا هاي صفحة ال 1.9، اوكي، هلا صار في 2.0، اوكي، وقبله طبعا 1.9.7، وقبله 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 طبعا بلشوا من ال 1.9.0، اوكي. هلا البروجكت اول ما بلش كان على السورس فورج، اوكي، وطبعا اخر ريليس هون عندك ال 1.5، تمام. هلا احنا شو بننزل ملفات السيمبيان، اوكي، اللي هي الباكج تبعون السيمبيان. يعني مثلا على الدبيان او على الدبيان مثلا بتشتغل ملفات الدي اي بي، مثلا عشان تنزل البرنامج بتشتغل ملفات الدي اي بي. مثلا على الويندوز مثلا في عندك الام اس اي، اوكي. على السيمبيان بيجي ملفات الاس اي اس، اوكي، هذه الاس اي اس. هلا ملفات الاس اي اس هاي بتاخدها بتسقطها بقلب التليفون، طبعا لازم يكون عندك شيء زي قطعه بلوتوث، اوكي، قطعه بلوتوث معينه، اوكي. مثلا خليني اورجيكم بالصوره عن اي شيء عم بحكي. هذا انا، مرحبا، اوكي، هاي الدونجل عندي، اظبطها، اوكي. فهاي الدونجل، اوكي، بتركبها، او اذا بدك ممكن تستخدم اليو اس بي تبعتك هي اذا بيمشي الحال، اوكي. بتصير بعدين بس تنزل الملف انت، بتحط بتشغله الملف، بتكبس عليه بالتليفون، يعني بتعلم عليه التليفون بالتليفون، بتكبس عليه وبتشغله بيعمل انستول. هلا الملفات اللي احنا عايزينها، واحنا اتفقنا ليش مش 1.9، ليش مش مثلا 1.4.x.5 اخر واحد وصلوا له في هذا البروجكت على السورس فورج، ونقلوا دغري على 1.9، انك انت الاكستنشنز اللي عم نحكي عنهم اللي هن بتلاقيهم مثلا هدول تبعون مثلا الاب سويتش هي بتعمل باك جراوند، الفيبرا بتعمل يمكن بتعمل فايبريشن، في لا في الميزو بتعمل فايبريشن مثلا، في المست بتعمل فايبريشن، في تبعون اليو اس بي، الخ الخ الخ، اوكي. كله هذا بيمشي على ال 1.4.5، اوكي، اكثر مما هو بيمشي على ال 1.9، اوكي. هلا اللي عايزينه نحن، اذا مستحسن زي ما شفت من تجربتي، انك تستخدم الويندوز فيرجن، اوكي، وتستخدم كمان setup.exe بال 1.9 اذا حابب تعمل باكج كامله، اوكي. طبعا بدك تتخلى شوي عن كذا اكستنشن يمكن ما تعوزهم كتير. زر التليفون عنا، اوكي، مثلا الزر اللي هون، اوكي،
هذا الزر هو بيعمل لك مثلا بدل مينيمايز لحاله، بتكبس عليه خلص بتروح على مطرح تاني بضل البرنامج القديم شغال اللي فاتحه قبل. كمان منعوز شو اسمه، ممكن تعوز اذا شغلت على لينكس عشان تعمل باكج بتستخدم الانسامبل، اوكي انسامبل هي بيعمل لك بيقلب لك سكريبت البايثون ل سيس فايل، اوكي باكج سيمبيان. واكثر من هيك انه هذا لازم تشغلها على الكمبيوتر تبعك، ولازم تشتغل على فيرجن مش اكثر من 2.5 تبع البايثون، ما بتشتغل على غير فيرجنز 3 وطالع ما بمشي حال. هلا لبلش كتابه، اوكي راح نروح على لا اول شيء طبعا عشان بلش كتاب وشغل بننزل، انا شايفين هون منزل عندي كذا واحد من هدول تبعهم 1.9، اوكي فانا بنزل عندي 1.7. في بيجي بقلب البروجرام بينزل عندك، وين صارت، اوكي بينزل عندي هون الابلكيشن باكجر، هذا بيقلب لك سكريبت لباكج سيمبيان، اوكي وبعدين في عندك هدول باي اس 6 ديبنتسيز افتحهم. هلا في عندي انا هون السكريبت شال نفس الشيء بال 1.5، اوكي بتنزل المناسب للسيستم تبعك. فهون عم بيحكي على سكريبت شال اللي هو مثلا زي ما انا بطلع عندي الشال تبع البايثون، اوكي وين البايثون، هذا البايثون 0.5، هذا الايدل اللي هو الاديتور راح نستخدمه لنكتب فيه سكريبت. اوكي فانا مثلا هون طبعا بكتب 1 + 1 = 1 بيعطيني 2، اوكي واذا كتبت مثلا s بتساوي hello، اوكي اس كبستك بيطلع هلو. هلا طبعا هون على الشال تبع مين، تبع الديسكتوب نفسه، كمبيوترك اللي عم تشتغل عليه مش على التليفون نفسه، هو موجود على التليفون. فاذا بروح انا وبغير على التليفون بكون انا نزلت سكريبت شيل، بفوت على الابلكيشنز طبعا. هلا شغله كمان، بس تعمل الباكج انت بدك تحط الباكج بنفس المطرحه اللي فيها الران تايم. هلا اللي راح نشغله هو الشيل مثل ما شفنا، وفي باكج تانية اوكي الران تايم، هي بتنزلها طبعا لازم تكون متوافقه مع نوع البلاتفورم تبعك. هلا بنحكي عنهم شو هن، طبعا شوي عندي بطء الكمبيوتر تليفوني شوي بطيء. اوكي فتحت الصفحه، اوكي طبعا بروح على البايثون 1.9. هلا هديك التانية هي البايثون 1.4 نفس الشيء، فيش كتير فرق. فأنا راح أشغل 1.9، أوكي راح أعمل run script بكون حاطه بالفولدرز. هلا بكون حاطه بالفولدرز هنا ال وين عندنا الصورة تبع التليفوني أنا، أوكي هلا طبعا عندك الديسك اللي هون بتلاقيها تحت تحت اسفل، هذه درايف اي اللي هي الكارت الاس دي، اوكي وفي عندي اللي بقلب التليفون، اوكي هاي بسموها الفون ميموري. هلا فالميموري ستورج، اوكي والفون ميموري. هلا الفون ميموري بتكون هي درايف سي، اوكي والديسكيت الاس دي، اوكي قرص الاس دي هو درايف اي، اوكي فمثل ما كاتب هون تحت انا عندي الدرايف اي هو الاس دي كارد، ودرايف سي هو الفون ميموري. اوكي هلا كمان في هذا بدك تنتبهوا له، انه في درايف زد هذا مخبى، هذا اللي بينزل فيه الفلاش تبعيت التليفون، الاو اس بينزل فيه مش البرنامج مش البرامج. اوكي هلا اوكي بنرجع هلا لصورة التليفون، اوكي فمثلا هلا هذه الكرة، اوكي معمول جرافيكلي. هلا مش كل شيء يعني لازم اعمل جرافيكال، طبعا فيك تبرمج شغلات اخرى، اوكي فاذا عملت
هاي الطابة. اوكي فلاحظوا هون كان عندي انا في عندي فريمز عم يمشي، هون رح تشوف طابة خضراء مفروض بس تشغلها هاي، بس نزل هذا. هلا هذا الفولدر نازل على درايف اي. اوكي بتحط سكريبتات، سكريبتات تبعونك في درايف اي بالفولدر بايثون. اوكي فبتنزل سكريبتس بي بايثون، اوكي هذه امثلة جاهزة. تأتي مع الهاتف. اوكي يعني مع البروجكت بس تنزله. وبعدين وانتظرنا. اوكي هلا شو قصة الاصدارات تبعون السيمبيان؟ اصدارات السيمبيان اوكي في عنا الفيرجن 2 فيرجن 3، في عنا الفيرجن 3 فيتشر باك، هاي بيكون في اشياء مميزه زي دينها. اوكي يعني بتكون مثلا ممكن نفس الشغله اللي انت عايزها تنزل على تنزل بال بال بالتليفون لاجل البايثون. اوكي في مثلا البي اي بي، هاي بعدين البيبس. اوكي بي اي بي اس، اوكي هاي بدك تنزل مرات تعوز تنزل عشان يمشي الران تايم. اوكي طبعا انت بس تعمل باكج بدك مش بس انها تشتغل، بدك سكريبت كمان تشتغل، فبتحط بس بتنقلب بكود سيمبيان بايت كود سيمبيان بتنزل على مطرح على الران تايم تبعتها ليشغلها. فانت بحاجه لهالران تايم ليشتغل، فعشان يشتغل لازم يكون متوافق مع نوع هذا. فاحنا مثلا لازم تروح على سايت ال 1.4 فبيسأل بقول لك انك لازم مثلا تبع الثيرد. اوكي نحكي على الساينينج بعدين الثيرد مثلا في الفيتشر باك، فانت بدك تنزل تبعون المناسب للسيستم تبعك. اوكي طبعا انت اذا نزلت ال 1.9 بيكون نازل مثل ما حكينا بالديبندسيز وبتنزل المناسب تبعك. اوكي فهون مثلا هذا الران تايم مطرح اخر وحده كبستها، وهذا البيبس مرات بتعوزه. اوكي هلا هولي بتعوزهم الاستوديو سيرفر، بصير تركب انت توصل ال البايثون اوكي ودغري بدون ما تضلك تعمل يعني تزيح الملف وتكبه، تزيح الملف وتكبه في في برنامج الملفات تبعك ترد تفوت على التليفون، لا هو بيشتغل دغري مباشره. بس انا ما بعمل هيك، انا بعمل الطريقه البسيطه بدايه انه كبه بحاله. اوكي بحب اعمل هيك. هلا بكون يعني اكيد ان اشتغلت مثلا هذا مثل بورجيك كيف سكريبت كمان ممكن تشغل وحده ثانيه هون وين تليفون مثلا اوكي هذا فاضي. اوكي ران كمان اكزامبلز ثانيين. اوكي هذا انا عامله، شايفين كيف؟ فبس تعمل انت مثلا جو باك جراوند تنزل شو اسمه، وبعد هون بيقول لي اتس نوت ديفايند مش مشكله، بس مثلا بتصير تنزل الصفحه بتهب مثلا هاي بيعطيني مثلا الاوت جوينج كولز. اوكي هذا ايش انا صارف اوت جوينج كولز مثلا مثلا فيني اعطي سامري. اوكي تمام انا كاتب قريب من هذا مش هذا بالضبط مش مشكله هلا، بس بتصير تعمل هيك شغلات. اوكي فهذا كله بس بالبايثون بتقدر تعمله.
اوكي هذا اللي انا عملته تبع الكولز تبعتي. اوكي شايفين هاي الجو باك جراوند بتلاقيها شو هبطت، بترجع له بضل البرنامج شغال. يعني مثلا هذا display outgoing calls، او لا خلينا نقول السمري. اوكي جو باك جراوند طب اوكي بتلاقيه رجع عادي. اوكي المهم فهاي بينعمل كلهم بالبايثون. هلا ورجيكم مثلا سكريبت بايثون اولي بدائي. شوي مثلا هذا عندنا هون example خلينا بشي شي شي هيك مهضوب. اوكي وين اللي بلشنا فيها مرة؟ اوكي Arabic. اوكي edit with idle تفتحوه بالايدل طبعا تسكروا الشل شو بدي فيها هاي. تمام هيدي مثلا باخدها هذه هون عندي الاب يو اي فيرموير ابلكيشن يوزر انترفيس فيرموير بتعمل لها امبورت. اوكي بدك النوت مثلا تحط نوته تفقع في في سكرين. اوكي بيطلع لك هالو وورلد وبعدين كلمه برنت بتطلع على التيرمينال زي ما انا بطلع معي. وين كنا مثل ما عملت هون مثلا بصير هذا برنت. يعني مثل ما بعمل انا نفس الشيء مثل بتعمل هون برنت اكس واي زد. اوكي هذيك بتعمل. ف مثلا خليني اوريكم الرسمي على الصوره بالحقيقه طبعا عم اشغل التليفون برنامج الموبايل طبعا دوكي تبع البايثون شيل رن سكريبت باي عربيك هاي الهلو وورلد بعد فتره بتنطفي. اوكي وهي الجمله الثانيه اللي انا كتبتها برنت terminal shell says hi من الشل نفسه هاي هون عندي عم تقول هاي. اوكي فيك مثلا تكتبهم انت دغري بس طبعا تاخذ وقت وتقول له print مثلا هيك تشوف. اوكي 1 اوكي طلعت برنت 1 لانه صوت كبير وصغير مش مشكله. لا وهيك اول كلمتين عن البايثون على الموبايل. اوكي وشكرا جزيلا.